بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن الأمة بحاجة إلى ما يوحد كلمتها ويجمع جماعتها، واجتماع الكلمة أمر الله جل وعلا به في آيات، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين. ولا يكون اجتماع كلمة إلا بإقامة ولاية من المسلمين، اختيار إمام أو طاعة من ولاه أمر الأمة طاعته، فلا اجتماع كلمة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. والخلاف من طبيعة البشر، لابد يكون هناك خلاف ونزاع، لكن يحسم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى سنة الرسول، وقبل ذلك الرجوع إلى كتاب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا مما يجمع الكلمة، أننا إذا حصل اختلاف في الرأي فإنه يرجع في حسم هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينتهي، لأن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الحمد لله عندنا مرجع، نحن لا نرجع إلى القوانين الوضعية والأنظمة البشرية، فإنها تفرق ولا تجمع وتفسد ولا تصلح، وإنما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك على أيدي علمائنا الذين يعرفون ويستنبطون من كتاب الله وسنة رسوله ما يحل المشكل والاختلاف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله جل وعلا لم يتركنا لآرائنا أو آراء غيرنا، وإنما أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا ليكون حكما بيننا فيما اختلفنا فيه. ومما يجمع الكلمة صحة العقيدة، العقيدة السليمة، لأن تكون العقيدة عقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ليس لنا إلا رب واحد وإله واحد، فإذا أفردناه سبحانه بالعبودية فإنه حينئذ يحصل الاتفاق والوئام بين المسلمين. أما إذا اختلفت العقيدة فلا اتفاق ولا اجتماع، لأن كل واحد، كل حزب بما لديهم فرحون، كل ينتصر لعقيدته ورأيه، فلا يجمع المسلمين إلا عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا رجعنا إلى الله وعبدناه حق عبادته واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وهابنا عدونا ولا حيلة له فينا، لأننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة نبيه فلا حيلة له فينا. أما إذا خضعنا للدسائس الشبهات والآراء والنزعات والنزغات حصل الشقاق والاختلاف. كذلك مما يوحد الكلمة هذا العنوان النصيحة، النصيحة فهي طريق لوحدة الكلمة، والنصيحة مأخوذة من الشيء الناصح وهو الخالص، يعني النصيحة الخلوص من الغش، لا يكون عند الإنسان غش بأن يكون باطنه يخالف ظاهره، بل لا بد أن يتوافق الظاهر والباطن على الحق حتى يكون الإنسان ناصحا يعني خالصا من الغش. يقال هذا شيء ناصح يعني خالص، هذا لبن ناصح يعني خالص من الغش والماء ليس مشوبا بغيره. فالنصيحة مأخوذة من النصح وهو الخلوص من الغش والأخلاط الرديئة، هذه هي النصيحة. فيكون الإنسان ناصحا يعني خالصا ظاهره وباطنه، لا يكون يظهر ما لا يبطن، هذه طريقة المنافقين
الذين هم في الدرك الأسفل من النار، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. النصيحة لمن تكون؟ وأين مجالاتها؟ بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث موجز من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجعل مجالات النصيحة أربعة، وبها يتكامل الدين، الدين كله بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، كله يدخل في النصيحة. وهي باختصار أن يتوافق الظاهر مع الباطن في الإيمان والدين، هذه النصيحة. فالنصيحة لله جل وعلا عبادته وحده لا شريك له، عبادته وحده لا شريك له. أما من يعبد الله ويعبد غيره هذا ليس ناصحا، هذا مختلط، هذا مختلط غاش، لا يكون ناصحا لله إلا إذا أخلص عقيدته لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني أخلص لله بظاهره وباطنه، هذه النصيحة. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبع غير الرسول أو يقلد غير الرسول، وإنما يكون قدوته وإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، يعبد الله على ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعبد الله على ما جاء به فلان أو علان أو الشيخ الفلاني أو على الطريقة الفلانية أو ما أشبه ذلك. ومن النصيحة لله جل وعلا إثبات أسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى، هذه النصيحة لله، وهي التي توحد المسلمين. لا يوحد المسلمين غير العقيدة الصحيحة مهما تكلهوا ومهما قالوا، يقولون خلوا الناس على عقائدهم واجتمعوا ولا تشوشون على الناس بذكر العقيدة واختلافها، هذا ما هو ممكن، هذا مستحيل أن يجتمع الناس على غير عقيدة صحيحة مهما حاولوا، وهذا من الكذب على الناس، لا اجتماع إلا بعقيدة صحيحة، إلا بلا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جمعت بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وبين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وبقية الصحابة، جمعت بينهم
واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا. بعد أن كانوا أعداء صاروا إخوانا بأي شيء؟ بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد. أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا كنا نريد وحدة الكلمة واجتماع الكلمة فلنرجع إلى الأصل الذي وحد بين العرب والعجم وبين الأحرار والعبيد وبين مختلف أجناس البشر، نرجع إلى هذا الذي وحدهم وهو مضمون لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً. هذا النصيحة لله سبحانه وتعالى. أما من يقول آمنا بالله وليس هو بمؤمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا ليس ناصح، هذا غاش، ليس ناصحا. كذلك النصيحة لكتاب الله، كتاب الله القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، النصيحة أن نؤمن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ونتعلمه ونعلمه ونتلوه حق تلاوته، حق تلاوته، لا نتلوه للتأكل بها ولتزيين أصواتنا والمباهات، بل نتلوه لوجه الله سبحانه وتعالى كما أمرنا الله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فنتلوه بعد أن نتعلمه، ما نكتفي بأننا تعلمناه وحفظناه خلاص، بل نتلوه ونكرر تلاوته ونتقرب إلى الله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، في صلواتنا، في جلساتنا، في خلواتنا، فيما بيننا نتلو كتاب الله عز وجل حتى يترسخ في قلوبنا وحتى نرتبط به ونحبه ولا نهجره ونقول حفظناه خلاص. لا يكفي هذا، بل لا بد مع ذلك من تدبر القرآن لمعرفة معانيه ومقاصده، وذلك بالرجوع إلى تفسيره من المصادر الموثوقة، من تفسير رسول الله، من تفسير القرآن بعضه لبعض، ومن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، ومن تفسير الصحابة، ومن تفسير التابعين، نأخذ تفسيره من هذه المصادر حتى نتدبره ونعرف معناه. أما أن نردده ونحن لا نعلم ولا نعرف معناه فماذا نستفيد إذن؟ كالذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وذلك من اليهود يتلون التوراة تلاوة مجردة، إلا أماني يعني تلاوة، تلاوة مجردة من دون تدبر، من دون عمل. فنتدبر القرآن، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لا
دبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لابد من تدبر القرآن مع تلاوته، وهذا لا يكفي كله، هذه وسائل، والغاية أن نعمل به، أن نتعلمه، أن نتلوه، أن نتدبره، كل هذا وسيلة إلى العمل به، لأنك لن تعمل بالقرآن على الوجه المطلوب إلا بهذه المقدمات، بهذه المقدمات تعمل بالقرآن، ولا تكتفي بمجرد إنك تحفظه، لا تكتفي بمجرد إنك تعرف تفسيره، لا بد أن تعمل به وتخلص لله العمل في ذلك. هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، الشهادة له بالرسالة عن يقين، عن يقين أنه رسول الله وأن الله أرسله إلى العالمين، إلى الثقلين الجن والإنس، وأن رسالته باقية إلى أن تقوم الساعة، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن رسالته ليست إلى العرب خاصة وإنما هي عامة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، ورسالته باقية إلى أن تقوم الساعة، لا يأتي بعده نبي. وإذا نزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يكون تابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم وعاملاً بشريعته، يحكم بشريعة الإسلام، تابع للرسول ومجدد شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. فلا يكون عند الإنسان شكوك في رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون مؤمنا بها، عارفا بمعناها وما يتطلبه الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، أما أنك تؤمن به ولا تتبعه هذا ما يكفي. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما من يؤمن أنه رسول الله لكن لا يتبعه فهذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. الرسول عليه البلاغ والحساب عند الله جل وعلا، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فتؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على العالمين، هذا من النصيحة لرسول الله، وأنه لم يكتم شيئا مما أنزل الله إليه، لم يكتم شيئا مما أنزل الله إليه، بل بلغه أتم البلاغ للناس. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة له محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك ووالدك وأولادك والناس أجمعين.
وأن تقدم قوله على قول كل أحد، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد إلا من وافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول المسألة فيها خلاف والدين واسع وخلوا بما بأي قول من أقوال العلماء، هذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كحالة اليهود والنصارى. نحن لا نأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفه رددناه على قائله كائنا من كان، ويكون العالم مجتهدا، فإن أصاب فله أجر أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن لا يجوز أخذ قوله الذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لأئمة المسلمين ولاة الأمور، نصيحة لهم، وذلك يكون بعدة أمور: أولاً باعتقاد ولايتهم، اعتقاد أنها ولاية صحيحة، وأن الله أوجب عليك طاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واحترامهم، احترام ولاة أمور المسلمين، توقيرهم لأن لهم حقاً بما ولاهم الله سبحانه وتعالى، عدم السخرية بهم أو غيبة لهم أو تنقص ولاة أمور المسلمين، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لا نتنقص ولي أمر المسلمين حتى ولو حصل من خطأ، ما دام أنه خطأ لا يصل إلى حد الكفر فإننا لا نتنقصه ولا نضع من قدره ولا ننشر أخطاءه على الناس، لأن هذا يسبب الفتن والشرور وانتقاض الولاية وغير ذلك، ثورات. فيجب على كل مسلم يتبع لولي من ولاة أمور المسلمين أن يلتزم هذا المنهج الذي أمرنا الله ورسوله به مع ولاة أمورنا. كذلك النصيحة لهم، إيصال النصيحة لهم فيما بينك وبينهم، لا أن تقف على منبر أو عن شريط أو وتذكر معايب الولاة وأخطاء الولاة، هذا من الخروج عليهم، ما يسبب الخروج عليهم وإغار الصدور عليهم. بل إذا حصل عندك أو أدركت خطأ وتمكنت من مناصحتهم مشافهة أو مكاتبة أو أن توصي من يتصل بهم فإنك يجب عليك ذلك، هذا من النصيحة لهم، هذا من النصيحة لهم. أما أن تذكر معايبهم وأخطاءهم في مجالس الناس وفي الندوات والخطب وغير ذلك، هذا من الغش لولي أمر المسلمين ومن التشهير، وهذا يسبب الخروج على ولاة أمور المسلمين، ويسبب شق عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين، ولا يجدي شيئا. الله جل وعلا قال لنبييه ورسوليه موسى وهارون عليهم السلام لما أرسلهما إلى فرعون، قال: فأتياه ما قالوه بالشوارع ولا بالأمكنة ولا بالحفلات وسبوه، لا، قال: فأتياه فقولا له، شوف كلمة له، ما بتقولون لغيره، فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى. هذا طريق مناصحة ولي أمر المسلمين. هذا مع كافر، فكيف مع ولي أمر المسلمين؟ يقول الله في كافر يدعي الربوبية: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بولي أمر المسلمين؟ تقول: أنا ما أقدر أروح لمه ولا أقدر أبلغه. طيب ما كلفك الله، يا صرت ما تقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تنشر هذه الأخطاء تقول: أنا ما أقدر أصل إليه. وهذا من الأمر بالمعروف، أن هذا هو المنكر نفسه، ما هو هذا نهي عن منكر، هذا هو المنكر نفسه، هذا يفسد ولا يصلح. هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين. إذا ولاك ولي أمر المسلمين على وظيفة، أو ولاك على عمل من الأعمال، أو جباية مال لبيت المال أو زكاة أو غير ذلك، فإنك من النصيحة لولي الأمر أن تحفظ هذا الشيء، أن تحفظه غاية الحفظ، ولا تخون فيه أو تغل شيئا منه، لا تعمل هذا، أو تقبل الرشوة التي تدفع إليك في مقابل أنك تسامح في أخذ الحقوق من الناس. هذا من الغش لولي أمر المسلمين. هو ائتمنك على هذا، ائتمنك على هذا، فكيف تغش في ولايتك، تخون في ولايتك؟ هذا من مضاد للنصيحة لولي أمر المسلمين، مضاد للنصيحة لولي أمر المسلمين. كذلك من النصيحة لولي أمر المسلمين الدعاء له بالصلاح والهداية. هذا من سنة المسلمين، الدعاء لولاة أمورهم بالصلاح والهداية والتوفيق. قال بعض السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة أجعلتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به من تحته، فتدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق. ولو أخطأ تدعو أن الله يهديه ويرده للصواب، هذا من حقه عليك، وهذا من النصيحة لولي أمر المسلمين. كذلك النصيحة لعامة المسلمين مجالها واسع، في المعاملات، في البيع والشراء، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تعليم العلم النافع. هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين. لا تغش إخوانك المسلمين، لا بالقول ولا بالفعل. إذا بعت أو اشتريت منهم فإنك تلزم النصيحة، وأن لا تخدعهم، لا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. احترم أخاك المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى، يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه نقص إيمانه، وهذا غش. أخوك مثلك، كما تحب الخير لنفسك تحبه لأخيك. هكذا النصيحة لعامة المسلمين، احترام أعراضهم، لا تغتابهم، لا تنم بينهم، لا وعليك بالإصلاح إذا حصل خصومة أو نزاع بينهم تصلح. هذا من النصيحة لهم، إنك تصلح، تقول: الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
صلاح ذات البين، فساد ذات البين، يقول فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فتحاول الإصلاح بين إخوانك ولا ينتشر النزاع والعداوة بين المسلمين، وتصلح بينهما بالعدل والقسط، إن الله يحب المقسطين. هكذا النصيحة لعامة المسلمين، والدعاء لهم مع نفسك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا من النصيحة لإخوانك المسلمين. المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان، شدوا بعضه بعضا، فأنت تتألم لألمه، تحزن لحزنه، تفرح وتسر لسروره، موجب الأخوة، الأخوة بينك وبين أخيك المسلم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. فالنصيحة هي من أسباب جمع الكلمة بين الراعي والرعية، بين الرعية بعضهم مع بعض، المجتمع كله إذا سادت النصيحة فيه توحدت كلمته وزال الشقاق والنزاع، سادت المحبة بينهم. هذه النصيحة لعامة المعاملات. أنت بتعامل مع الناس فليكن تعاملك على الصدق والإخلاص، فكما لا ترضى لنفسك الغش ألا ترضه لإخوانك، لا تغشهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تبخس حقوق الناس، بل احترمها وصلها إليهم. هذا من النصيحة. ليت هذه النصيحة تسود بين المسلمين لما حصل الخلل، ولما حصل ما حصل من الفشل، ولما تسلط علينا عدونا، ولما تدخل في شؤوننا. لو عملنا بهذا الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا أن الرسول اهتم بها هذا الاهتمام قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبها يجتمع الدين كله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأصلح الله ولاة أمورنا ووفقهم للحق والصواب، وكفانا شر أعدائنا. ونسأل الله أن يحفظ أمننا واستقرارنا في ديارنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي شيخنا على هذا البيان، ونفعنا به وجعله في ميزان حسناته، وبهذه الكلمة الضافية والتوجيه المبارك الذي أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين، يكون ختام هذا الملتقى المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من مثل هذه المحاضرات، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وأستأذن معالي الشيخ في عرض الأسئلة التي وردت لدينا من خلال الموقع، وكذلك أسئلة الحضور. هذا السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هناك يقول، هذا من خارج المملكة من طريق الموقع: ما حكم، يقول، صلاة الشروق، وما حكم توزيع المسبحة على الأشخاص في المساجد؟ ما حكم إيش؟ يقول حكم صلاة الشروق. الشروق؟ هنا يعني صلاة الضحى. الشروق ما عنده صلاة، ما منهي عن الصلاة وقت الشروق،
إنما الصلاة إذا ارتفعت الشمس إلى أن تتوسط في كبد السماء، كل هذا وقت لصلاة النافلة، صلاة الضحى. توزيع المسابح لا داعي له، الناس يسبحون بأصابعهم، هذا أفضل. وأخشى أن يكون ذلك شعار الصوفية، لأنهم هم اللي يلازمون المسابح ويعلقونها على رقابهم ومظهر من مظاهرهم. نعم. هذا سؤال أيضا عن طريق الموقع من الجزائر، يقول فضيلة الشيخ ما هو ضابط شعر اللحية الذي يحرم حلقه، وهل يدخل فيه شعر العنفقة وكذلك الشعر النابت على الرقبة والوجه؟ اللحية كما ذكر العلماء هي ما نبت على اللحيين، على العارضان، يعني العارضان والذقن، ما نبت على العارضين والذقن، هذا هو اللحية، ومنه العنفقة، ولا يتعرض له لا بقص ولا بنتف، ولا بل يعفى ويترك كما خلقه الله سبحانه وتعالى. لا مانع أنك تنظف لحيتك، لا مانع أنك تغسلها، لا مانع أن تطيبها، أما أنك تعتدي عليها وتقصص منها وتجيها منا ومنا، لا. اللحية جمال لك، علامة على الرجولة، لماذا تسلط عليها ولكن لك هم إلا اللحية؟ مثل النساء ما لها هم إلا الحواجب بالعبث فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وأمر الرجال بإعفاء اللحية، فلما رأى الشيطان هذه السنة أغرى الرجال بمعاداة اللحى وأغرى النساء بمعاداة الحواجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ صليت على الجنازة في مسجد المستشفى، ولما وصلنا إلى المقبرة صلى الناس على الجنازة فصليت معهم مرة أخرى، فهل يجوز فعلي هذا؟ أفتوني مأجورين. لا بأس بذلك، هذا دعاء للميت، وكل ما أكثرت من الدعاء فهو أحسن، صل عليه عدة مرات. نعم. هذا السائل من الكويت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي شركة تعمل في تحصيل الفواتير الهيئات وتحصيل المكالمات وشركات الأقساط، فهل يجوز تحصيل الأموال والأخذ عليها أجرا؟ أعيد السؤال. يقول أعمل في شركة على تحصيل فواتير الهيئات الحكومية وتحصيل المكالمات وشركات الأقساط، فهل يجوز تحصيل الأموال وأخذ الأجر عليها؟ يعني أنه يأخذ من الناس ما تشتمل عليه هذه المستندات بموجب صرفية صرفوها ولا لا؟ نعم. ويسعى بهذا ويأخذ في مقابل تعبه، لا بأس بذلك، يأخذ في مقابل تعبه، إلا إن كان موظف من الدولة هذه مهمته، فإنه يكتفي براتبه ولا يأخذ زيادة من الناس، لأن هذا يكون رشوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا من الجزائر، يقول الأخ أنا أعمل في الكمبيوتر المنسوخة التي يملكها، أعمل في السيديهات للنسخ، وهذا يقول أعمل في الكمبيوتر المنسوخة التي يملكها النصارى، مع أنهم لا يسمحون بنسخها لكننا ننسخها ونستعملها في طلب العلم. لا يجوز هذا من حقوقهم، ولا يجوز نعتدي عليهم، لا نأخذ أموالهم، ولا لا يجوز أن نعتدي عليهم ونقول هذول النصارى، هذول لا، هذا من الخيانة، هذه حقوقهم لا نأخذها، ما داموا يمنعون منها لا، وهي حقوق لهم لا نعتدي عليها، نقول هذا من الدعوة، ما هو هذا من الدعوة، هذا من تشويه الدعوة. الإسلام يحرم هذا الاعتداء على أموال الناس وحقوق الناس ولو كانوا كفارا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يترتب على الإنسان إذا مرض ثم قام بمباشرته ممرضة فهل يأثم على ذلك؟ والله إن كان فيه ممرضين، يطلب ممرضين من الرجال ويسلم من المرأة، ولا أظنهم يجبرونه على المرأة ما دام فيه رجال يمرضون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول
ما حكم من ينام عن صلاة الفجر بحجة أنه يسهر لغرض الدراسة والامتحان؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا موفق، يضيع الفريضة ويسهر. وش معنى طلب العلم إذن؟ يصير بيضيع الفرائض، وش فائدة طلب العلم؟ صلاة الفجر لابد منها في وقتها ومع الجماعة، ولا يقدم عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي أن والدي مريض بالفشل الكلوي ويقوم بالتغسيل. سؤاله يقول: أنا والدي مريض بالفشل الكلوي ويقوم بالتغسيل يوميا، وينصحه الأطباء بعدم الإكثار في الماء لأن كثرة الماء يضره، لأنه يجتمع في جسمه مما يؤدي إلى ضيق التنفس، وهو كثير لطلب الماء، ونحن نقوم بإعطائه جرعات قليلة ونرفض إعطاءه عند طلبه نظرا لصحته، فهل هذا عملنا يعد عقوقا أم لا؟ لا تعطونه إلا بإشارة الأطباء، تمشوا على مشورة الأطباء لأنهم أدرى بما يناسبه وهو ما يدري عن مصالحه، فراجعوا الأطباء في مقدار الماء الذي يعطى له والمرات التي تعطى له. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة من هولندا تسأل، يقول زوجها، تسأل زوجها اشتراء بيت عن طريق الربا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الربا، لا يجوز لا في البيوت ولا في غيرها، وأحل الله البيع وحرم الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الربا سحت حرام فلا يجوز، وإذا كان الإنسان ماله بيت يستأجر، إذا كان ما يملك بيت يصبر يستأجر لما أنه يتمكن من تملك البيت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة متعلقة بالمحاضرة، يقول: ما حكم الإنكار على من ينكر على ولي الأمر علنا أمام الناس؟ يناصح، ربما يكون أنه جاهل وأنه ما يدري ويعتبر هذا من الغيرة، هذا يناصح، يناصح بما بينه وبين الناصح ويوجه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر الدعاء أو الدعاء بعد الصلاة بدون رفع يدين أو برفعهما، أيهما الجائز؟ بعد الفريضة لا ترفع اليدان لأن هذا الشيء لم يرد، ورفعهما بعد الفريضة بدعة، أما بعد النافلة فلا مانع منه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال متعلق بمحاضرة اليوم، يقول الأخ: هناك من يقول أن طاعة ولي الأمر واجب فقط في البلاد الذي يحكم بالشريعة، وأن هناك بلدانا أخرى لا تحكم بالشريعة، فما حكم السمع والطاعة في تلك البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ إذا لم تطع ولي أمر هذه البلاد فانتقل منها يا أخي، انتقل منها، كيف تبقى فيها وأنت ما تطيع وتخالف وتعصي؟ لا تبقى فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قوله تعالى، ذكرتم في المحاضرة قول الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون، هل فيما نزلت هذه الآية؟ تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني كتب، عندهم كتب يكتبونها، وكل فريق يتبع كتبه وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرح بهذا أيضا، ما يقول أنا أخشى أني مخطئ، أنا أخشى أني ويمكن يرجع فيما بعد، لا، هذا فرح عنده أنه على حق، وأنه هذا المشكل، هذا من العقوبة له أنه يفرح بالباطل ولا يخاف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم البيع بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك؟ البيع بالتقسيط لا بأس، تبيع بثمن حال أو بثمن مؤجل على أقساط أو بثمن مؤجل بأجل واحد، أحل الله البيع وحرم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، اشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام. وأما نعم بقية السؤال، البيع أما البيع المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء
لأنه لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأنه يفضي إلى مجهول، لأنه ما يدرى ماذا يؤول إليه هذا المستاجر، بيع مجهول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يتصدر من غير أهل العلم في الكلام في النوازل سواء كانت القريبة أو البعيدة، هل هذا يعد مما يفرق الكلمة؟ ما ندري عن كلامه، ولا يجوز يتكلم في النوازل إلا أهل العلم. إذا جاءهم أمر من الأمن، هذه النوازل، أو الخوف أذاعوا به، ولو رده إلى الرسول، يرد هذا إلى سنة الرسول وإلى أهل العلم، وإلى أهل العلم وإلى أهل الرأي من ولاة الأمور أيضا، أهل السياسة وأهل الرأي من ولاة الأمور مع أهل العلم الشرع، يرد إليهم ما النوازل لينظروا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الذهاب عند بعض الرقاة الذين يقولون أنهم يستعينون بالجن المسلم أو بالملائكة؟ ما شاء الله، ملائكة تخدمهم والجن المسلمون يخدمونهم على طلبهم، هذا كله مكر من الشيطان، ولا يجوز هذا. لا يستعين إلا بالله، ما يستعين بالغائب ولا بالميت، وإنما يستعين بالله أو بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إطلاق كلمة مولاي على أحد من البشر؟ والجن ما سخروا إلا لسليمان عليه السلام، ما سخروا الجن لغير سليمان، هذا بيصير شريك لسليمان. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز إطلاق كلمة مولاي على أحد من البشر؟ مولاي بمعنى محبوبي، وإن كان يكره هذا اللفظ، لكن معناه محبوبي، من الولاية وهي المحبة. نعم. هذا سائل من أمريكا يقول: ما حكم قصر الصلاة وجمعها، حيث ذهبت للدراسة في الخارج، فهل يجوز لي الجمع والقصر وأنا هناك؟ مدة إقامتك الطويلة في الدراسة لا يجوز لك الجمع ولا القصر ولا الإفطار، لأنك مقيم، لأنك مقيم طويل الإقامة، فأنت لست مسافرا، وإنما أنت مقيم، انقطع السفر انقطع بالإقامة الطويلة، فعليك أن تتقي الله وأن تحافظ على دينك، ولا تضيع دينك وقال فلان وقال فلان، عليك بمحافظة على دينك، على صلاتك، على صيامك، ولا تتبع الفتاوى التي لا مستند لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض من الدعاة يضعون قاعدة يقولون أنها من هناك من يضع قاعدة يقول أنها من توحيد الكلمة، نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا كان الاتفاق في العقيدة، نعم، قد يحصل اختلاف في مسائل الفروع، والمجتهد يؤخذ بما أصاب فيه ويترك ما خالف فيه. إذا كان الاتفاق على العقيدة والاختلاف إنما هو في مسائل الفقه والفروع، هذا له وجه. أما إذا كان الاختلاف في العقيدة، فعلى أي شيء اتفقنا هنا؟ ما اتفقنا على شيء، وهذا هو الظاهر اللي يريدون، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بعض الأحيان وفي أثناء الصلاة الإمام يركع وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة، فهل يجب علي إكمال الفاتحة أو أركع مع الإمام فورا؟ إذا كان إكمالك الفاتحة ما يؤخرك عن الإمام فأكملها، إذا كان بيوخرك عن الإمام عن الركوع فاركع ولو لم تكمل الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو دور الدعاة إلى الله عز وجل في قضايا النوازل؟ الذي عنده علم ويحسن الكلام فيها والبيان للناس يجب عليه هذا، والذي ليس عنده علم يلزم السكوت، يلزم السكوت ولا يزيد الطين بلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: هل تكون ابنة عمتي
محرما لي؟ لا، ما تكون ابنة عمك أو ما عمتك محرما لك إلا إن كان بينك وبينها رضاعة. إذا كان بينك وبينها رضاعة أن تكون محرم لها بالرضاعة، لذلك ما تكون بمجرد أنها بنت عمك أو بنت عمك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة، هذا سائل يقول: إذا وضع الطعام وأذن المؤذن للصلاة فهل يرخص بتناول الطعام وترك صلاة الجماعة مع الدليل؟ إذا كان بحاجة إلى الطعام ونفسه متعلقة به فنعم يتناول من الطعام ما تسكن به نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء أبدأوا به، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن لا يجعل ميقات الطعام وميقات الصلاة، هذا إذا جاء بعض الأحيان وصادف من غير قصد، أما أن يجعل ميقات الطعام يوافق ميقات الصلاة فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد معرفة هل الصلاة مع الجماعة في أوقات المطر وشدته أفضل أم في البيت أفضل؟ إذا كان عليك ضرر من الخروج صل البيت، أما إذا كان ما فيه ضرر فيجب عليك حضور صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي ترفض الإنجاب ولدي منها ولد واحد بحجة أن الظروف الحالية لا نستطيع إعاشة المولود من تكاليف وغيره، فما حكم قولها؟ أما المولود رزقه على الله، ما هو رزقه على والدته ولا على والده. وأما إذا كانت ما تريد الحمل فيه علاج، دور زوجة معها غيرها، دور قل جلبة تزوج، أنا أبي أولاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن في الخارج، هو من بريطانيا، يقول: هل يجب على المرأة لباس الجلباب والتغطية إذا كان في ذلك البلاد حرج عليها؟ نعم، يلزمها الستر والحجاب في أي بلد لأنها مسلمة، فلا تساوم على دينها وكرامتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من الخارج يقول: عندي أخ لا يصلي ولا يصوم، فماذا أفعل معه وهو يسكن معي في بيت واحد؟ إما أن تخرج أنت وإما أن يخرجوا ولا تجتمعان في بيت واحد، وهو لا يصوم ولا يصلي، هذا ليس بمسلم، فكيف تسكن معه؟ نعم. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول من ليبيا، يقول: حكم صلاتي في أثناء هذه الفتنة من الخوف، من خوف الذهاب إلى المسجد، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ كما سبق، إذا كان عليك ضرر وتخاف على نفسك صل في بيتك، قال صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تفضيل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخر مع اعتقاد فضلهم جميعا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا، الصحابة بعضهم أفضل من بعض، ومحبته أكثر، كأبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين والعشرة مبشرون بالجنة، وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان والمهاجرون، لهم زيادة فضل ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يعلن سب الصحابة علنا في وسائل الإعلام، هل يكفر بهذا الفعل أم لا؟ أخاف ما عنده إيمان أصلا، ما هو بس بهذا الفعل، هذا ما عنده إيمان أصلا، ما يبغض الصحابة إنسان فيه إيمان، إنما يبغضهم ويسبهم المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: بغضهم نفاق، هذا ليس بمسلم، هذا منافق والعياذ بالله، وإن تسمى بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لقد نذرت نذرا على أن تتحقق حاجة لي، والنذر كان أن أصوم 40 يوما، ولم أستطع الصيام بدون أي عذر، هل يوجد لي بديل عن الصيام أم لا؟ أفتوني مأجورين. كيف يقول لم أستطع الصيام بدون أي عذر؟ يعني ما له أي عذر، إذن هو يستطيع الصيام فيجب عليه ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا طاعة فيجب عليه الوفاء به. نعم.
هذه إذا قدر أنه ما يستطيع في وقت فأجله إلى الوقت الآخر الذي يستطيع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الخارج تقول: هل يجوز لي إخراج العضد في الصيف في الحر الشديد عند المحارم الذي لا يخاف فتنتهم؟ لا 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 تخرج إلا وجهها وكفيها عند النساء، وكذلك شعر رأسها وقدميها وكفيها، لا بأس بذلك عند الأطراف، لا بأس بإخراجها عند النساء وعند رجالها المحارم، ما زاد عن ذلك لا يجوز، لا الذراعين ولا الفخذين ولا الساقين ولا ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر بين الناس بناء على رؤية أن المسلمين سيقاتلون اليهود في عام محدد، وذكر هذا العام بأنه عام 1433 وأن المهدي سيخرج ويقاتل، فماذا علينا فعله في مثل هذه المسائل؟ عليكم تركه، اتركوه ولا تتأثروا بكلامه، أن هذا أخبار عن المغيبات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والرؤيا إنما هي ما هي قطعية حتى ولا غلبة الظن، إنما هي أمر مظنون، قد يقع وقد لا يقع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله، سؤالي: هل التجمع والتجمهر عند أحد الدوائر للمطالبة بالترسيم في الوظيفة أو غير ذلك، فما حكم فعل مثل هذه الأشياء للمطالبة بالحق؟ لا تجوز المظاهرة في أي شكل، ولا أمام المكاتب ولا أمام المدارس ولا في أي مجال، لأن هذا فتح باب للفوضى وتدريب على المظاهرة، فتتطور إلى ما هو أشد من ذلك، فيجب ترك هذه الظواهر السيئة في المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أستلم الضمان عن والدتي وإخواني وأصرف عليهم من مدارس ومكاسب، وأصرف عليهم في دراستهم ومكاسبهم وأكلهم وشربهم، فهل علي شيء إذا استلمت عنهم؟ إذا كنت وكيلا شرعيا عنهم فلا بأس منك، تأخذ ما يصرف لهم وتصرفه في مصالحهم، توفر الباقي لهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من لم يعمل بالقرآن وهو حافظ له؟ على حسب ما ترك، إما أن يكون لم ينتبع بالقرآن أصلا، أو يكون أنه ناقص، يعني عمل بالقرآن ناقص، على حسب الخلل الذي عنده. نعم. في سؤال الآخر يقول: وكيف يكون العمل بالقرآن؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. هذا نعم. هذا السائل يقول: أنا أعمل في شركة ولدي موظف وهو نصراني، فما حدود تعاملي معه؟ إذا كان استخدمته للعمل أجير فأكمل العقد الذي بينك وبينه، وبعدين لا تجدد عمالته، جيب من المسلمين من يعمل عندك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يقوم بعض الموظفين بالمشاركة بإقامة حفلات عبارة عن إقامة وليمة أو شراء بعض الحلوى ودعوة بعض الموظفين والمسؤولين إليها، وذلك بمناسبة ترقية بعض المسؤولين، فهل يجوز المساهمة فيها وإجابة الدعوة، علما بأنها قائمة على المجاملة لهذا المسؤول؟ إذا كان هذا من باب الفرح بما تجدد له من الترفيع، نعمة تجددت له فدعا إخوانه لأجل السرور بهذا، ما في مانع، أو أقام وليمة ودعاه، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يزيل النزاع والخلاف، لكننا عندنا شخص في بلادنا يقول إن بعض السنة وحي، وبأن بعض الصحابة شاركوا في قتال عثمان، فكيف نتعامل معه؟
اسألوه من هم الصحابة اللي شاركوا في قتل عثمان. أما كلام جزاف كلا هذا لا يجوز أن يكذب على الصحابة، لازم يبين من هو هذا الذي شارك وهو من الصحابة. ما شارك في قتل عثمان إلا الخوارج والسفهاء والأوغاد وما أشبه ذلك والغوغاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من أسباب الفرقة وعدم اجتماع الكلمة الجرأة على الولاة من الساسة والعلماء؟ وهل مكافحة الجرأة يقول هل من أسباب الفرقة وعدم اجتماع الكلمة الجرأة على الولاة من الساسة والعلماء؟ وهل مكافحة مثل هذه الأمور تدعم اجتماع الكلمة؟ نعم، هذا إذا تكلم في ولاة الأمور فهذا سبب للفرقة، لأنه سيبغضون ولي الأمر ويكون هناك يعني قطع صلة بولي الأمر وتمرد عليه، هذا مبدأ شر على كل حال، لا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجب طاعة الحاكم الذي ولي بالانتخابات؟ وهل تجوز غيبته وتنقصه بحجة أن ولايته غير إسلامية؟ إذا غلب على الولاية، تغلب على الولاية فإنه له الطاعة، تغلب إما بانتخاب من أهل الحل والعقد أو تغلب بالقتال فإنه تنعقد ولايته، إذا كان مسلما تنعقد ولايته، أو يكون بولاية عهد ممن قبله، الذي تلزم بها الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز في كفارة الإطعام وكان ممن أطعمت أناسا غير مسلمين وكانوا عمالا يعملون مع المسلمين، فهل تجزئ هذه الكفارة أم علي إطعام المسلمين فقط؟ تطعم بدلهم، لأن الإطعام خاص بفقراء المسلمين ولا يطعم فيها كافر، فتطعم بدل الأفراد الذين ليسوا مسلمين لتكمل الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بعد وضع اللاصق العلاجية ويصعب نزعها بعد الجنابة؟ بعد إيش؟ يقول: ما حكم الصلاة بعد وضع اللاصق العلاجي، يعني لاصق على البشرة، معروف، ويصعب نزعها بعد الجنابة؟ نعم، تمسح عليها في الجنابة، تمسح عليها وتبقى ما دمت محتاجا إليها، فإذا استغنيت عنها وشوفي ما تحتها لا يجوز أن تبقيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا متزوج ولي أبناء ولله الحمد، ولكني عندي مشاكل بيني وبين زوجتي إلا أني في مشاكل مع زوجتي حتى يتدخل أهلها ويزيدون المشاكل، وأنا صابر لأجل أبنائي وهذا يزيدهم تسلطا وزيادة في المشاكل، لذلك أشار علي كثير من الناس أن أطلقها طلقة واحدة لكي تستأدب وتعترف بقدر الزوجية، ولكن أريد فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ عليك بالصبر، والمرأة فيها ما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، فعليك بالصبر، إذا ما عندك صبر طلقها. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في رؤية الخاطب لمخطوبته؟ وهل تكون كاشفة للوجه والشعر وبدون أي تغطية لوجهها؟ يكون بحضرة وليها، ويكون أيضا ينظر إلى وجهها وكفيها وشعر رأسها، لا بأس لذلك، لأجل أنه يرغب فيها إن أراد أو يتركها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء للميت عند القبر؟ سنة، يقفون على قبره بعد الدفن ويستغفرون له
يسألون الله له التثبيت يرفعون أيديهم الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أكلت طعاما عند أحد الأصدقاء وعلمت فيما بعد أن المال الذي اشترى به الطعام مسروق، فما حكم هذا الطعام الذي أكلته؟ على كل حال أكلته وانتهى، لكن إن كنت بتفعل مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه تتقيأ هذا الطعام وتستفرغه فافعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى تكون النصيحة السرية ومتى تكون علنية؟ تكون سرية إذا كان ما للناس بها علاقة، وإنما هي فعل خاص بهذا الشخص تسر بينك وبينه. وأما إذا كانت الفائدة عامة فإنك لا تقول فلان فعل كذا، وإنما تقول إنسان فعل كذا وكذا والصواب كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولم يسمه. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم المشاركة، وهو من الخارج، يقول عن شخص في الخارج، يقول: نحن المسلمون في الخارج، ما حكم مشاركتنا في الانتخابات لاختيار رئيس للبلد وإن كان هذا الرئيس غير مسلم؟ نحن ما عندنا انتخابات والحمد لله، ولا نسأل عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعطيت من والدي مبلغا أكثر من أخواتي وإخواني يقول أعطيت مبلغا من والدي أكثر من إخواني وأخواتي وليس لديهم علم، فما حكم هذا الفعل من والدي؟ لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده أو يفضل بعضهم على بعض. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يجب عليه يستدرك ويعدل بين أولاده العطية، يزود اللي ناقص حقه ويأخذ من اللي عنده زود يأخذ منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم النصيحة لوالدي إذا كان لا يصلي وقد يرتكب بعض المنكرات؟ أعظم المنكرات بعد الشرك ترك الصلاة، عليك أن تنكر عليه وأن تنصحه وأن تبين له هذا الأمر وتكرر عليه لعل الله أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك شخص ركب معي في السيارة من أجل الذهاب به إلى مكان، ثم بعد ذلك وجدت في سيارتي مبلغا من المال ولا أعلم مكان هذا الرجل ولا يمكن الوصول إليه. لا تستعجل، ربما أنه يتذكر المبلغ، خلى المبلغ عندك وانتظر لعله يأتي يتذكر، فإذا أيست منه ومن مجيء تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. هذا السائل من الخارج يقول: من أسماء الله المؤمن، فما معناه؟ المؤمن الذي يصدق عباده المؤمنين، يصدق عباده المؤمنين ويؤمنهم سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وهل المعز من الأسماء؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، من أفعال الله سبحانه وتعالى. وما كل فعل من أفعال الله يؤخذ منه اسم، أسماء توقيفية. نعم. هذا السائل يقول: وقعت في غيبة لأحد العلماء ثم ندمت على هذا الفعل، فماذا يلزمني؟ عليك التوبة والاستغفار، وعليك أنك تطلب المسامحة من هذا الشخص، تخبره بما حصل تطلب منه المسامحة، هذا الواجب عليك. فإذا لم تتمكن من إخباره أو تخشى يزيد عليك غضب، إنك تكتفي بالتوبة مع الثناء عليه في المستقبل والثناء عليه في المجالس التي حصل منك في حقه هذه الغيبة، لعل الله يتوب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إذا قمت بقضاء النوافل التي أتركها في اليوم والليلة؟ النوافل إن كان الوتر يقضى،
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه النهار أو راتبة الفجر أيضا تقضى، وما عدا ذلك من النوافل فإنه سنة فات محلها. نعم. هذا رجل يقول: هناك شخص أسلم متأخرا ثم بعد إسلامه تعذر عليه فعل بعض الأحكام، فماذا يفعل؟ إذا كان تعذر عليه ولا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا تمكن فإنه يأتي بما ترك في المستقبل، أما الذي مضى وهو لا يقدر عليه الله جل وعلا يعفو عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما كفارة اللعان مثل من لعن والديه أو لعن شخصا أمامه؟ أما اللعان كفارة اللعن، أما اللعان هذا بين الزوجين في قضية اتهام الزوج لزوجته، أما اللعن فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. حتى لا يجوز لعن الدواب ولا لعن المساكن ولا لا يجوز لعن الأشياء، ولا يكون ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ينزه لسانه عن هذا ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين لمن كان مسافرا وقد استقر في مكان لمدة أيام؟ يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في منى أيام التشريق، كان يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، قصر الرباعية. نعم. إنما الجمع لمن جد به السير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو حكم تخليل اللحية بعد الوضوء إذا كانت اللحية كثة؟ إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يغسلها ظاهرا وباطنا بالماء، يعركها بالماء. إذا كانت اللحية كثيفة تستر ما وراءها فيكفي غسل ظاهرها، يكفي غسل ظاهرها، وإن خللها فهذا سنة، تخليلها سنة وغسل ظاهرها واجب. هذه اللحية الكثيفة، أما الخفيفة يجب غسلها ظاهرا وباطنا. نعم. يقول: هذا نحن في بعض البلاد الإسلامية التي ظهرت فيها بعض الفتن، فماذا علينا نحن الشباب في مثل هذه البلاد؟ عليكم بتقوى الله وعدم الدخول في الفتن والابتعاد عنها إلى أن تهدأ بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد إذا تأخر عن وقته؟ سنة، لكن يكون في بعد ولادته مباشرة، بعد أسبوع مثلا، بعد أسبوع، بعد نصف شهر، يعني يكون قريب من الولادة، هذا الذي وردت به السنة. أما تأذن بأذنه بعد ما يميز أو بعد ما يبلغ هذا ما الفصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل العقيدة تبنى على غلبة الظن؟ نعم. يقول: هل العقيدة تبنى على غلبة الظن؟ تبنى على اليقين، ما تصير عقيدة إلا إذا كانت على اليقين. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أهدي هدية إلى معلمي؟ لا، إذا كان معلمك له راتب لا يجوز لك أنك تهدي له، وأما إذا كان ما له راتب هو محسن ومتبرع وتهدي له ما في بأس. نعم. هذا السائل يقول من الخارج، يقول: ما حكم إعطاء ماء زمزم لكافر؟ ما في بأس، كافر يسقى من الماء ويطعم من الطعام، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: هل خالة زوجتي محرم لي؟ خالة زوجتي يعني أخت أمها؟ إيه؟ لا، ليست محرما، ولا عمتها ليست محرما، وإن كانت خالتها تحرم عليك وعمتها تحرم عليك، لكن ليست من محارمك. أختها تحرم عليك وليست من محارمك. نعم.